صعبة. احتضنت وجهة بيروت البحرية عروض عالمية حصرية مباشرة جمعت بين سباقات سيارات الفورمولا 1 وعروض خاصة للقيادة الاستعراضية للسيارات، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ودريم لبنان لتشكل سابقة على مستوى لبنان تميزت بمشاركة السائقين البريطانيين العالميين أوليفر جيمس واب وجون لانكاستر والنجمين العالميين تيري جرانت ولي باورز يلي هن من أهم ستاند درايفرز بالعالم. أي سيارة بدك تسوقي اليوم بالشو؟ يا ريت في يسوقهم كله، ما عندي مشكل، بس اليوم أنا ما حكون عم سوق. هلا اليوم مثل ما شايفين وراي في البي اي سي مونوز يلي لأول مرة بيجوا على لبنان، بنفس الوقت حيكون في الفورمولا 1 والسوبر كارز، حيكون في نوع من الريسز عم بتصير بين بي اي سي سوبر كار فورمولا 1 الفورمولا 1 وبين سوبر كار وسوبر كار. آخر شيء حيكون في تيري جرانت ولي باورز يلي هني ذا انترناشونال ستان درايفر حيكون عم بيعملنا شو اكيد ما شايفين منه من قبل. We got a hell of a show. We got all the supercars as you can see, the F1 cars, Terry Grant show with Lee Bowers on the bike. It's going to be amazing. I came in December with Mansour when they were first starting with the show and we came to look out for the venue. And yeah, it's incredible what they've done in 6 weeks to build this show up from the ground up. This is Lee's first time. Yeah, he's very surprised. He didn't realize Beirut. The food is amazing. Everybody's so friendly. Tell me, Lee. I like what I see so far. It's a beautiful city. Sun's what did you expect when they told you Beirut, Mediterranean, Arab to be honest, I didn't feel it was going to be as built up with the buildings and that. But I mean, it's a beautiful city. We're in the harbour here, Rotten Harbour. It's beautiful, lovely weather. Can't ask for more, really. للمرة الأولى بلبنان عم تلتقي النجمة هيفا وهبي ونصيف زيتون بأوتيل الموفامبيك بتاني أيام عيد الأضحى، واستثنائيا ولأول مرة ستقام الحفلة بالباحة الخارجية أمام المسبح الخاص بالفندق. والتحضيرات الحمد لله احنا خالصين بالمبدأ وكل شيء جاهز، حنعملها على البيسين لأول مرة، حتكون برا ما راح تكون جوا. 10 بتبلش الحفلة، بيطلع نصيف بالمبدأ على 11 ل 12 ونص، هيفا بتطلع على الوحدة بتخطم هي ساعة ونص كمان. نصيف عادة عنده سي دي كتير حلو، عنده نزل غنية كتير حلو كمان، هو بغني أغاني وبغني شوي لحدا. هيفا عاملة مثل العادة، عاملة شو لها كتير مرتب، وهيفا عادة على طول بيكون عندها أشياء مفاجئة تعملها بنتركها للمشاهدين يشوفوا. والحفلة حتكون بهذا البيسين اللي هو اللي تحت هون، لأول مرة بتكون على هذا البيسين شفته. هذا المسرح حيكون هونيك وحنسكر البيسين كله وحيكون عليه من فوق، عادي حيكون كتير حلو ومميزة. قد ايه متوقعين حضور وقد ايه بتساع الحفلة؟ هي بتساع 700 800 ان شاء الله يا رب بنسكرها ان شاء الله. لهون مشاهدينا كون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، بنشوفكم، باي باي.